مشاهدينا الكرام، اهلا ومرحبا بكم اينما كنتم في حلقه جديده من برنامج اهل المدينه. نحكي لكم حكايات المدينه ونناقش قضاياها ونعرض شخصيات لها بصمتها في الابداع، فاهلا ومرحبا بكم، تابعونا. تشاهدون في هذه الحلقه: المعاقون في اليمن، اوجاع الحرب ومراره الخذلان. البخور العدني، عطور فواحة بعبق التاريخ. أصالة عبد الحافظ، قصة نجاح في زمن الحرب. مشاهدينا الكرام، نبقى الآن مع جولة إخبارية سريعة نعرض لكم من خلالها أهم الأحداث والأخبار التي حصلت خلال الأسبوع، لنتابع. افتتح في العاصمة المؤقتة عدن ديوان وزارة الصحة العامة للسكان بحضور المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الشرق الأوسط الدكتور أحمد المنظري. وأكد نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي حرص الحكومة على إعادة بناء أجهزة الدولة التي صادرتها ميليشيا الحوثي الإنقلابية، مشيرا إلى أهمية افتتاح المبنى بعدن والذي يهدف إلى تحقيق الاستقرار الإداري للقطاع الصحي وإعادة تفعيل الوحدات الخاصة بها في المحافظات. وصلت إلى العاصمة المؤقتة عدن أول شحنة طبية للاستصفاء الدموي لمرضى الفشل الكلوي بتكلفة إجمالية تجاوزت نصف مليون دولار. الشحنة الطبية عبارة عن 40 جهازاً للاستصفاء الدموي الخاص بمرضى الفشل الكلوي و40 سرير كهربائي يعمل بالريموت كنترول، بالإضافة إلى 18 صنفاً خاصاً من الأدوية ومتطلبات جلسات الغسيل الكلوي تم استيرادها من قبل المؤسسة الاقتصادية. المعاقون شريحة مجتمعية لها دور فعال إذا ما تم تأهيلها ورعايتها بالشكل الصحيح. المعاقون احتياجاتهم وأهم التحديات قضيتنا لهذه الحلقة. لم تمنعهم الإعاقة من الانخراط في مجتمع الأسوياء لتأمين بعض من احتياجاتهم الأساسية بعد أن حرمتهم الحرب منها وضعفت من معاناتهم المعيشية. المعاقين حالهم يعني صح النوم بلا رجليت بلا يدات بلا، بس المعاق يحب إنه يتحرك، يحب إنه يشتغل، يفكر، يدرس، يعني يحب يعني ما زيك يعني يحب إنه يتعلم. نشتي اهتمام أكثر بالمعاق متطلباته، لأنه في بعض الناس ينظروا للمعاق نظرة دنيا غير يعني غير بقية الأطفال، ما يفهموش إنه هذا الطفل المعاق يحتاج لاهتمام أكثر، يحتاج العناية أكثر. في بعضهم ما شاء الله عليهم مبدعين. دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع تبدو مهمة شاقة في ظل غياب الدور الرسمي والمجتمعي وانعدام المقومات الأساسية لعملية التأهيل. يقبلوش المعاق، ليش بعدين قاعد تشغل أغداني تشتغل؟ حتى ما عاد تجيش تخرج من وسط النقارة هنا ما يجيش يخرج، يقول لك دربنا لما أموت. فين أروح؟ في بعضنا تخلق بسيط معانا يعني ياسين، حتى لما تقول له خلاص تخرج راش سياعة عندك يبكي يبكي. والله انه يبكي، يقول لك ما خرجنا 8 امبار 9 امبار يعني ماشي عنهم استيعاب يستوعبوش. والله يبكون كثير منهم. اذا في اهتمام كثير واذا في تركيز عليه بصوره اساسيه بتخرج منه، بس للاسف يعني عندنا ما فيش كثير اهتمام بالمعاق، ما فيش يعني تلاقيهم من ضروره. حتى لو هنا بالجمعيه ده كم يجلس عندنا 4 ساعات 5 ساعات ويروح لبيتهم. بعض أسر ما شاء الله مهتمين ويتواصلوا معك ويسألوا إيش عملتوا اليوم، إيش نعلموا في البيت. بعض أسر ما فيش، هم من نفوسهم مش مهتمين بعيالهم، يعني يجيبوهم هنا كأنهم يطرحوهم يعني بس أي مكان يخلصوا منهم شوية وبعدين يرجعوا للبيت. اشتيهم أنهم يعني يدعموا هذا المعوقين جميعا، أنا وغيري وذا، يدعمون يعني بالمال بال يعني بكل شيء، يعني ما يلزم لهم يعني من تعليم، من دراسة، من رواتب، من كل شيء يعني
يعني هذول المعاقين خير. معوقات كثيرة. غدا تعترض جمعيات رعاية وتأهيل المعاقين والعاملين فيها، ما يجعل من تحقيق الأهداف المنشودة أمراً متعثراً. الرواتب قليلة وما تجيش إلا كانت بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، بعد يعني هي تعتبر مقارنة بالرواتب حوافز، مش إن راتب. الآن الحمد لله نستلم كل شهر بشهره، صح على 15 ولا ده بالشهر، بس الحمد لله نستلم كل شهر بشهره. الشيء اللي نطالبه نحن كمتعاقدات زيادة توظيف، أهم شيء توظيف، وزيادة رواتبنا مساواة ببقية المعلمات، لأنه هنشتغل زي الموظفات زيهم نفس الدرجة، مش إن نحن أقل منهم، ولا بعد نحن مع أطفال معاقين يعني يتطلب مننا جهد أكثر وحاجات أكثر، مفروض يقدروا هذا الشيء، الدولة تنظر للمتعاقدين وبالذات في المرافق هذه بعين الاعتبار. يبقى تحسن وضع المعاقين مرهون بمدى تحصلهم على الحقوق الأساسية باعتبارهم الشريحة المجتمعية الأكثر تضرراً بالحرب والأحوج للرعاية والاهتمام. نرحب بالأستاذ نزار قاوي، المدير التنفيذي لصندوق المعاقين. أهلاً ومرحباً بك اليوم معنا أستاذ نزار. بداية لو تطلعونا وتعطونا فكرة عامة عن وضع المعاقين في اليمن بشكل عام وفي عدن كذلك، خاصة في ظل ظروف الحرب الراهنة. أهلا وسهلا بقناة بلقيس الفضائية، ونشكرهم على زيارتهم لتلمس أوضاع الصندوق وأوضاع المعاقين في المناطق المحررة. طبعا الصندوق أنشئ بموجب القانون رقم 2 لسنة 2002، ويهدف طبعا الصندوق إلى البحث عن مصادر تمويل لتقديم خدمات للأشخاص ذوي الإعاقة في جانب التدريب والتأهيل، في جانب الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية والتعليمية. طبعا فئة المعاقين تنقسم إلى المعاقين بصريا والمعاقين سمعيا والمعاقين حركيا والمعاقين ذهنيا. هذه الفئات هي التي يعني يستهدفها الصندوق في نشاطه. الصندوق طبعا في البلد كما أشرت تأسيسه كان في صنعاء وفروعه في المحافظات، ومن ضمنها كانت محافظة عدن. طبعا مع يعني حصول الحرب في اليمن توقف نشاط الصندوق وبالذات في المناطق المحررة ومنها كذلك محافظة عدن. وبعد الحرب مباشرة تم تكليفنا من قبل محافظ عدن السابق بقيادة فرع الصندوق لاستئناف عمل الصندوق لخدمة المعاقين. طبعا استلمنا الصندوق في ظروف بالغة الصعوبة، يعني عدم وجود بنية تحتية اللي تمكن الصندوق من القيام بعمله، عدم وجود لوائح وأنظمة في الصندوق، الكادر يعني كان دوره بسيط بسبب مركزية الصندوق في صنعاء، وبالتالي ما كانش عنده التأهيل الكافي للقيام بعمل الصندوق على الوجه الأكمل، إضافة إلى يعني عدم وجود مبنى مناسب وأمور كثيرة. طبعاً عدم وجود قاعدة بيانات تشمل المحافظات المحررة، كانت البيانات اللي موجودة للمعاقين تشمل المحافظات عدن لحق أبين فقط. بالرغم من ذلك يعني بذلنا جميعاً يعني كقيادة للصندوق وطاقم جهود كبيرة حتى نتمكن من استعادة نشاط الصندوق. وطبعاً بعد اليوم الصندوق مستقل عن صنعاء. نحن استغلنا الاستقلالية عن صنعاء طبعا. ما الذي استفدتموه من هذه الاستقلالية؟ والله بقول لك يعني هي استفادة طبعا أول شيء يعني لمسنا أنه في هنا كان ظلم للمناطق المحررة، يعني شعرنا من خلال ما جلوسنا مع الجمعيات ومع المعاقين انه طبعا يعني من سابق لم تحصلوا على ما يستحقون من عنايه ودعم. يعني حتى وجدنا حتى في جانب الادويه متوقفه، كانت تقريبا من 2011 لم يستلموا ادويه. طبعا بعدين بعد ذلك بعد ان تم نقل الحكومه
أو إلى العاصمة عدن ونقل البنك المركزي، صدرت توجيهات من مجلس الوزراء بنقل الصناديق التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ونقل نشاطها من صنعاء إلى عدن، ومن ضمنها كان صندوق رعاية تأهيل المعاقين. وهنا تحول دور الصندوق من فرع إلى مكتب تنفيذي أو مكتب رئيسي على يعني في الوقت الحالي على مستوى المناطق المحررة. طبعاً اتخذت الإجراءات الإدارية والمالية الأولية لإنشاء فتح حساب جديد، بدأنا نتعامل مع الجهات التي تمول الصندوق وفقاً للقانون بدأ التعامل معنا كصندوق رئيسي. إجراءات طبعاً أخذت بعض الوقت، ورافقها كذلك البحث عن موقع للصندوق، وتمكننا الحمد لله يعني من الحصول على في أواخر العام على المبنى اللي متواجدين نحن فيه الآن، وتم تجهيزه وكذلك توفير بعض الكادر فيه من الذين كانوا يعملون في الفرع لاستمرار الصندوق. والآن بدأنا فتحنا قنوات اتصال مع الفروع الأخرى مثل حضرموت، مثل تعز، كخطوة أولى الآن لتوسيع نشاط الصندوق بحيث يعني يصل إلى جميع المناطق المحررة. تقريباً كم عدد المؤسسات والجمعيات التابعة لهذا الصندوق؟ هناك جمعيات ومراكز يقوم الصندوق بتمويلها، وفي هناك جمعيات يعني لا زال لم يتم تمويلها. طبعاً نحن يتم تمويل الصندوق 24 مركز وجمعية، منهم 3 مراكز حكومية تابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، وبقية الجمعيات اللي هي منظمات مجتمع مدني. طبعاً نقدم لهم كدعم مؤسسي نفقات تشغيل من أجل تأهيل وتدريب المعاقين حتى يكونوا عضو فاعل في المجتمع ويندمجوا مع المجتمع ويكونوا عضو فاعل وشريك أساسي في تنمية المجتمع. الدعم هو بسبب يعود إلى أنه يتم تدريب وتأهيل المعاق بالجانب التعليمي والجانب المهني حتى يخرج إلى سوق العمل ويكون يعني مثله مثل الآخرين، يؤدي دور فعال في المجتمع. بالضبط. وإضافة إلى الخدمات الفردية التي تقدم للمعاقين، خدمات في الجانب الصحي، في الجانب الاجتماعي، في الجانب التعليمي، نقدم دعم في الجانب التعليمي للطلاب ذوي الإعاقة، مساعدة دراسية نقدمها لهم، نقدم كما خدمات العلاجية. طبعا الخدمات العلاجية تأخرنا فيها إلى أن بدأنا الآن ننظم، تم اتفاق مع لجنة طبية الآن تقوم هي بمعاينة المرضى من ذوي الإعاقة، وبالتالي ما تقرر اللجنة نحن نقدم الدعم المالي في حالة وجود عمليات في الداخل أو حتى في الخارج، نقدم دعم مالي كمساعدة من الصندوق للأشخاص ذوي الإعاقة. طبعا لازم يعني انا من المهم ان اشير الى انه الصندوق ليس يقع على عاتقه كل شيء تجاه المعاقين، في هناك برضه يعني مرافق حكوميه القانون كفل انها تكون برضه عامل مساعد. يعني على سبيل المثال وزاره الصحه في قانون رقم 61 لعام 99 وقانون رعايه تاهيل المعاقين اشار صراحه الى ان جميع الاجهزه الحكوميه كلهم بحسب عمله يقوم بالتعامل مع الاهتمام بالمعاقين، الاهتمام بالمعاقين كحق من حقوقهم. فمثلا وزارة الصحة يعني مهامات توفير الأجهزة المساعدة، الكراسي المتحركة، الكهرباء، العصي وغير ذلك، وزارة التربية والتعليم كذلك، الخطوط طيران الجوي والبري لهم نسبة مخفضة، الخدمة المدنية 5% من الوظائف. هل فعلا تتكاتف كل هذه الجهات والمؤسسات لكي تهتم بالمعاق وتعطي حقوقه؟ طبعا كان في توجيهات يعني واضحه من معالي الوزيره بالاستفاده من قانون رعايه تاهيل المعاقين من الحقوق اللي موجوده في القانون وعكسها عبر الوزاره والصندوق. تمثل ذلك بايش؟ تم يعني قبل حوالي شهر عمل اتفاقيه مع وزاره التعليم العالي والبحث العلمي ومع وزارة التعليم الفني والتدريب المهني ومع جامعة عدن بخصوص إعطاء الأشخاص ذوي الإعاقة نسبة أو حصة مجانية من المقاعد الدراسية في الجامعات والمعاهد المهنية. وحصلت يعني تم توقيع هذا الاتفاق ما بين وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل اللي هي رئيسة مجلس إدارة الصندوق وبين الوزراء المعنيين.
يعني نسبة من المعاقين حيعطوهم مجانياً. هو في القانون أنه تعطى يعني نسبة. هو المفروض أنه كل المعاقين يتم تخفيض الرسوم الدراسية لهم. هو طبعاً نحن أشرنا إلى بنود القانون، قانون رعاية تأهيل المعاقين في الاتفاقيات، من ضمنها تخفيض منح مقاعد دراسية مجانية. نعم أستاذ نزار، المفترض أنه ليس لنسبة، ولكن المفترض أن تكون لكل المعاقين، كل معاق. لا، هو في القانون فيه نسب، يعني نسبة تحدد للمعاقين، لأنه الحين مش كل معاق مثلاً يستطيع أنه يدرس في مجال معين مثلاً، بحسب طبيعة الإعاقة اللي تمكنه من الدراسة. فكان في تجاوب من الجهات اللي تم الاتفاق معها، وتشكلت لجان الآن من هذه الجهات ومن هناك صندوق، بحيث انه الآلية اللي على ضوء احنا مثلا نجمع الحالات اللي يمكن احنا نرفعها لهذه الجهات لغرض حصول على مقاعد دراسية. كذلك تم عمل مذكرات للجهات الأخرى مثل خطوط الطيران، مؤسسات النقل البري، بالتأكيد على أن القانون نص على صراحة على ضرورة منح المعاق 50% من تذاكر السفر سواء كان الجوية أو بحرية. وتم عمل مذكرة لوزارة الصحة كذلك بتوفير الأجهزة. هل استجابوا لهذه المذكرة الآن احنا بصورة عملية؟ هو طبعاً طيران اليمنية من سابق يعطي 50%، لكن الطيران الآن شركات الطيران الحديثة الآن مثل بلقيس و شركة السعيدة الآن عملنا نحن ذكرات ونتابعها، وكذلك المذكرة اللي تبع في وزارة الصحة برضه الآن نتابعها، لأنه يجب أن يكون العمل تكاملي، يعني العمل يعني خدمة المعاق لا تقع على عاتق جهة معينة بحد ذاتها، ولكن هو عمل تكاملي بين جميع الجهات. نعم، ذكرنا المؤسسات والجمعيات التابعة للصندوق. هل أنتم هنا في الصندوق لديكم الحق الرقابي على هذه المؤسسات والجمعيات؟ طالما نحن نمول فلنا الحق في الرقابة. نحن يعني قد عملنا في 2000 في بداية عام 2018 نزول للجمعيات لمتابعة النشاط اللي يقام فيه وهل فعلا يؤدي الغرض الذي على ضوءه قمنا بتمويل هذه الجمعية. و كذلك حتى في بداية العام قمنا بزيارة مفاجئة لبعض الجمعيات، ويعني للأسف الشديد حقيقة يعني عدد كبير من الجمعيات للأسف يعني لا يقدم الخدمات المأمولة للمعاق، وهذا أكثره في المناطق البعيدة عن مركز العاصمة. في رأيكم لماذا هذه الجمعيات لا تقوم بدورها؟ نحن الآن بصدد عمل خطة، لأنه الرقابة مثلاً الرقابة السنوية أو نزول السنوي لا يؤدي الغرض، يجب أن تكون هناك تشعر الجمعية بأنه هناك رقابة دائمة عليها. فهناك برنامج تم إن شاء الله يعني تجهيزه على أساس بداية العام، يكون في نزول سنوي للمركز الرئيسي للصندوق ونزول دوري لفرع الصندوق. كل فرع صندوق يقوم بنزول دوري للجمعيات في الإطار المناطق الجغرافية الخاضعة له. هذا الشيء يجعل الجمعيات تدرك أنه الآن الوضع تغير، الآن في هناك رقابة ورقابة شديدة. نحن الآن وقفنا تمويل الجمعيتين على فكرة، نزلنا وفي جمعيتين وقفناها مؤقتا إلى حين النزول أيضا إليها مرة أخرى للتأكد من أنها استأنفت نشاطها. يعني الآن في نحن توجه، لأنه ده إهدار مال وحق للمعاق، يعني أنا لا يجوز أن أصرف مال يستفيد منه أشخاص لا يقدموا شيء للمعاق. فبالتالي نحن الآن بصدد يعني الرقابة يعني من أولوياتنا الآن، لأنه حتى نحن الآن في معنا جمعيات نشيطة ولكن لم نستطع نقدم لها الدعم بسبب قلة الإمكانيات. إمكانيات يعني ماذا عن الميزانية؟ أي جمعية نجد أنها مخلة بعملها نوقف تمويلها، نعطي للجمعية النشيطة الأولوية. الميزانية التشغيلية للمركز لمركز المعاقين أو صندوق المعاقين كيف هي؟ كيف هو وضعها؟ هي نفقات أولاً في جانب وسائل التعليم، وقود وزيوت، إيجار باصات، إيجار مقرات للجمعيات، مواد خام، يعني كل الوسائل للعملية التعليمية، مثلاً حتى دعم ورش بالذات ورش تأهيل في مواد خام، حافز للعاملين في الجمعيات، ما
نعطيهم حوافز شهرية. ورفعنا الآن نسبتها 30% كتوجيهات من الوزيرة، اعتبارا بداية العام رفعنا حافز العاملين 30% زيادة نظرا يعني الظروف الاقتصادية الصعبة اللي يمر بها الوطن. فنحن نقدم ما نقدر عليه لغرض استمرار تدريب وتأهيل المعاق. كيف تقيمون اليوم أستاذ نزار مستوى دمج المعاق في المجتمع؟ حقيقة لم يصل إلى المستوى المأمول، لا زال أمامنا الطريق طويل حتى يستطيع فعلا المعاق أن يخرج إلى المجتمع ويدمج مع الآخرين. لا زال في هناك قصور. نحن الآن في صدد يعني في ضمن خطة صندوق عمل أكثر من ورشة في هذا الجانب لرؤساء الجمعيات لضرورة تغيير يعني المفاهيم القديمة السابقة. يعني الجمعية أصبحت فقط يعني تأتي بالمعاق فقط التعليم، يتعلم كأنه في مصرف دراسي وانتهي العمل الدراسي ويعود إلى بيته. يعني هذا مش الغرض، الغرض أكبر من ذلك. التأهيل النفسي أولا، جميع أنواع التأهيل، يعني حتى تأهيل مهني، حتى تأهيله لدمجه في المجتمع. يعني لا زلنا نحن لم نصل إلى هذه المرحلة. نحن الآن في صدد عمل ورشات في هذا الجانب حتى إن شاء الله يعني يتحسن أداء الجمعيات وترتقي إلى تحقيق الهدف الذي جميعا نحن نبغاه. قلتم بأن يعني دمج المعاق في المجتمع لا يزال يشوبه الكثير من القصور، بعيدا عن دور الصندوق ودور المؤسسات والجمعيات التي ذكرناها ومؤسسات الدولة كذلك، هل ترون بأن المجتمع يتحمل مسؤولية كبيرة لعدم دمج أو وجود قصور كبير في دمج المعاق في المجتمع؟ طبعا هي القضية تكاملية، يعني لا تخص فرد أو جهة بعينها، تخص المجتمع. يعني نحن بحاجة إلى توعية، يعني بحاجة إلى ورش عمل، بحاجة إلى إدراك يعني جميع المنظمات في هذا الجانب. يعني لازم قضية المعاق تصل للجميع، يجب الجميع يتقبل أن هذا الشخص يعني هو شخص لا يقل عن الشخص العادي، بل ربما يتفوق عليه. يعني البعض لديهم مهارات غير عادية، يجب تعطى لهم فرص، يجب له تعطى لهم فرص العمل، يجب أن تعطى لهم في جميع المناحي. فهذه المسألة هي بحاجة إلى بعض الوقت، بحاجة إلى إعادة يعني تكاتف الجميع. تكون هنا كمان حملات توعية، ورش عمل، جلسات، ندوات، هذه الأمور تساعد، تقرب وجهات النظر، تقرب حتى جميع أفراد المجتمع يعني يعرفوا من هو هذا الشخص. هو ليس معاقا يعني إلا لسبب صحي، أو لكن ما يقدمه يساوي أو يكاد يتجاوز الشخص العادي. ما هي أبرز الصعوبات والمعوقات التي يواجهها صندوق رعاية المعاقين اليوم؟ طبعا أول شيء هو الصندوق قائم أساس يعني نشاطه الأساسي على مصادر التمويل، ومصادر التمويل هي واحدة من أهم الأسباب اللي تواجه نشاط الصندوق. طبعا الحرب الآن قسمت شتتت إيرادات الصندوق لأكثر من جهة، إلى مناطق الانقلاب، إلى مناطق وبعض الجهات غير يعني لازم نتابعها يعني غير متجاوبة، بعض الجهات متجاوبة، بس في النهاية المحصلة لا زالت ضعيفة. يعني لا زالت الإيرادات لم تحقق المطلوب، يعني لا زالت بعيدة عن الواقع الفعلي أو الربط الفعلي. هل لديكم اتصالات بقنوات مثلا أو جمعيات أو منظمات داخلية أو خارجية لدعم المعاق وصندوق المعاق؟ طبعا احنا في الفترة الأخيرة بعد أن استقر عملنا هنا في المبنى بدأنا الآن ننظم عمل، بدأنا نتواصل سواء خطيا أو حتى مقابلات شخصية مع المنظمات المتواجدة هنا في عدن. وهناك طبعا وعود أولية إن شاء الله. نحن الغرض طبعا الآن نوصل رسالة للجميع بأن هناك صندوق متواجد يقوم بخدمة المعاق وبحاجة إلى تعاون الجميع. للأسف طبعا الفترة السابقة ما يبدو أن معظم المنظمات لا يعني ما عندها شيء معلومات بهذا الشأن، فنحن الآن بدأنا نتحرك بهذا الشأن كمرحلة أولى نوضح أن الآن في هناك جهة مسؤولة عن المعاقين، وبالتالي وجدنا من بعض الترحيب ووعود إن شاء الله يعني بيتم التعاون معنا وتقديم ما يستطيع
تقديمه للصندوق، ونسعى للتواصل برضه مع الجمعيات الأخرى والمنظمات الخيرية وغيرها، ونأمل إن شاء الله يتم التجاوب معنا. طبعا برغم يعني احب الإشارة برغم انه يعني امكانيات ضعيفة، لكن احنا المبالغ اللي نقدمها ليست بهينة، يعني تقريبا خلال عام مثلا على سبيل المثال في عام 2018 ما قدمنا للجمعيات من نفقات من تقريبا 160 مليون نفقات تشغيل وحوافز عاملين فيها الطلاب تقريبا رسوم اللي عانت. هل هي كافية 160 مليون؟ هل هو رقم كبير؟ يعني طبعا لا. قد يستمع المشاهد إلى هذا الرقم ويظن أنه رقم كبير، ولكن هل هو يتوافق مع المتطلبات والمطلوب على أرض الواقع؟ طبعا نحن يعني نصرف النفقات استنادا إلى ما تم صرفه في 2014. طبعا الآن ارتفعت الأسعار، يعني نعمل في إطار مواردنا، ما نقدرش نتجاوز، يعني لازم نعمل في حدود المتاح معنا. ناهيك عن أنه يعني في هناك معنا نشاطات أخرى يجبن نقوم فيها، الجانب الفردي، الخدمات الفردية للمعاقين زي الخدمات الصحية والأدوية والعمليات، دي برضو تحتاج إلى مبالغ، فنحن لازم نراعي يعني نسير في عملنا وفقا للإمكانيات المتاحة لدينا. يعني نحن الآن حتى في عندما يتم النزول إن شاء الله للمراكز الجمعيات سوف نراعي الجمعيات النشطة لإعادة النظر لموازنتها، هذا أكيد يعني لا شك فيه. ختاما أستاذ نزار، هل هناك رسالة تودون قولها من خلال هذا اللقاء؟ والله نحن نحب نقول الشخص ذوي الإعاقة بحاجة إلى الاهتمام به من جميع الجهات، يجب كل جهة هي مسؤولة مثل ما تتعامل مع الشخص العادي مسؤوليتها أن تتعامل كذلك مع الشخص ذوي الإعاقة. فالجميع أبناء الوطن، فنأمل نحن من جميع الجهات ومن جميع المنظمات أن من رجال الأعمال ومن الجهات التي تقدم التمويل أن يعني تضع في اعتبارها أن هذا عمل إنساني بعيدا عن أي شيء، ويجب الجميع أن يقوم بالتزاماته تجاه هذه الشريحة المظلومة. الأستاذ نزار قاوي، المدير التنفيذي لصندوق المعاقين، شكرا جزيلا لك على هذا اللقاء. أهلا وسهلا فيكم، نتمنى زيارة تتكرر الزيارة مرة أخرى لطبعا توضيح والتعريف بنشاط الصندوق، وإن شاء الله في الزيارة القادمة نكون قد تقدمنا في عملنا ونعكس ذلك إن شاء الله للرأي العام بإذن الله. البخور عبق التاريخ العدني، مكونات وخلطات سرية أتقنتها المرأة العدنية فنشرت أريجها لتبعث في النفس السرور والراحة. حين تذكر عدن يفوح شذا بخورها في الوجدان والذاكرة، فهي نفحة المدن وهو رمزيتها في كل قلب عرفها واجتاحته عطرا ومحبة. لم يعد للتواريخ أهمية، فقد تمازجت عدن مع حكاية البخور واستحال فصلهما، فهناك في كل زاوية من أركان بيوتها أسقتها وحنايا أهلها وحتى عابريها، كانت عدن موطن البخور وكرنفال المباخر اليومي. انتشار البخور في عدن كصناعة حرفية ومنزلية شكلت منذ القدم عادة ومهنة في المدينة التي أكسبتها صناعة البخور تطوراً حضارياً وشهرة دائمة على مر السنين. لازم البخور المرأة العدنية إحساساً ومعنى،
ولم تكن النسوة في عدن ينتظرن صناع البخور إن غابوا، فأناملهن التي تتفنن به تحترف صناعة البخور والبهجة وتتقنها بشكل بديهي متوارث. أصل البخور عطور مختلفة الروائح تمزج ببعضها فتشكل مادة صلبة يفوح طيبها كلما زادته النار إحراقا، فينبعث منه عبق الجمال والتاريخ والأصالة. فوق جمر المباخر شاع استخدام البخور في عدن، والذي من أهم مكوناته العود والظفري والعفص والمسك والعنبر والسكر والماء، تمزج مقاديرها يد ماهرة. للبخور العدني أنواع اشتهر بها، فمنه العرائسي الأبيض والبني والأسود وبخور العود الملتصق بالملابس والرفيق الدائم في المنازل والمساجد والمناسبات. في كل مساء تفوح المدينة بشذا بخورها المتعالي أريجه أسطح المباني، حتى ألفت رائحته النوارس المسبحة لخالق جعل لها من الشجر طيبا. بأسلوب خاص وأفكار متجددة تبدع الفنانة أصالة عبد الحافظ لوحات فنية ذات مغزى ومعنى. من رحم المعاناة وواقع الدمار الذي أنتجته حرب 2015 تشكلت الموهبة الفنية أصالة عبد الحافظ، فأبدعت بأناملها لوحات تشكيلية حاكت بطريقتها الخاصة ملامح الواقع الأليم. كانت الحرب فترة عصيبة على الجميع، فكلنا خرجنا من حالة نفسية صعبة جدا، فمش عارفة على طول كانت لوحاتي يعني اللون الأسود كان مغطي عليها، لا شعوريا كنت أروح للون الأسود، هو لون حزين ولون مأساوي، فحتى كانت الأنظار عليها جدا يعني ليش أنتي رسمتي بهذا الشيء، كانت تعبر عني عن حزني عن الحاجات اللي تحصل في بلدي عن أشياء كثيرة، فمش قادرة إني أعبر بالألوان الفاقعة والفرائحية عن الوضع اللي كنا عايشين فيه، لأنه على طول بعد الحرب مباشرة حصل المعرض، فكانت لوحاتي نوعا ما عبرت عن شخصيتي أنا وعن الشيء اللي حاصل. لكن السنة الثانية عكست الرؤية كليا، فكانت كل لوحاتي بالألوان الفرائحية كانت تعبر عن الألوان. خلاص نحن الآن صح إنه لساتنا في وضع الحرب، لكنه أثبت إنه نحن رغم الصعوبات ورغم المآسي ورغم إنه خسرنا كثير شهداء، لكن إنه في قلب كل شخص في رسالة فرح، في سلام، فحبيت إني أعكس هذا الشيء بلوحاتي اللي بالألوان. فكمان قلت لهم في المعرض إنه إيش كانت رسالتي عن الألوان هذه، إنه نشرت الفرح، نشرت السلام، كانت لوحاتي مبهجة وكمان الناس حبوها. شاركت الفنانة أصالة في معارض تشكيلية عدة بالعاصمة المؤقتة عدن، وكانت أولى مشاركاتها الفنية موسومة باللون الأسود كونها جاءت بعد الحرب مباشرة، ولكن تغيرت الألوان والتعبيرات بتغير الواقع في الأعوام التي تلتها. كانت
إهانة الناس كثير بالمعرض هذه من قذب اللوحات، يعني حسيت إنها مميزة. فعبارة هذا الرسم خلط ألوان، مزيج من خلط ألوان متنوعة بدرجات معينة، ودمجها في لوحة تكون لوحة بيضاء. فأنا في يداتي طبعاً ما أستخدم أي فرشاة ولا أستخدم أي أداة جانبية، مجرد أني أطفش الألوان وبعدين أحركها بالشكل المرغوب. فهذه اللوحات يعني تعكس لك عن رؤيتك أنت مثلاً كمذيعة، تعكس لك أنت كتشوفي إيش في بالك اللوحة. أنا كفنانة أشوفها بشكل آخر، غيري مهندس يشوفها بشكل آخر، أي فئة كانت رغم ثقافته رغم أي شيء يشوفها بالطريقة اللي هو حاببها. هذه كانت فكرتي للوحات هذه، فالناس حبت الفكرة وكانت فكرة جديدة، وهذه الفكرة جدا جدا يعني لقت إعجاب، وحابين الناس إنهم يشوفون أعمال أكثر من هذا الجانب. تفضل أصالة عبد الحافظ الفن الإنسيابي في الرسم، وهو عبارة عن مزج ألوان متنوعة لتعطي تعبيرات ورؤى مختلفة يقرأها كل حسب بيئته وخبرته الحياتية. جميع الألوان أستخدمها، بس في صعوبات في بعض الألوان، مثلا الألوان الزيتية صعبة أنها تنشف بسرعة أو نحن نتعامل فيها، لكن المميز فيها أنها متينة وتدوم للعمر. الألوان المائية سلسة التعامل وأرسم فيها بكل سلوسة، بس أنه بعد فترة من الزمن يبهت لونها، فمحتاج أنها تتغلف حتى لو كانت صح على قماش، لكن محتاج أنها تتغلف. الألوان المميزة بالنسبة لي طبعاً اللي هي ما بين الزيتي وبين المائي، فهي هذه الألوان صح أنها تنشف بسرعة لازم وتتصلب، لازم أنه بسهولة أن احنا نحاول نرسم فيها، لكنها ألوان حلوة اسمها الإكريليك. طبعاً هذه ألوان مميزة بالنسبة لي وأحبها، وأغلب لوحاتي أستخدمها وتكون فيها لمعة، في لمعة الزيتي وسهولة المائي، الألوان المائية. أيوة، وفي عدة عندي رسومات، مثلاً أبتكر رسوم بالخيط، رسوم بالخيط وأطلع لك شكل. مثلاً لوحتي هذه رسمتها زي ما قلت لك في الفن التجريدي الإنسيابي، كانت عبارة عن طفش الألوان ومزجها عشان أنت تطلعي أكثر من شكل في اللوحة، فبعدين عشان تعطي لك لمعة وإضاءة سلطت عليها النار. تميل أصالة إلى الألوان الزيتية والمائية المختلطة، وتسعى إلى ابتكار أفكار جديدة في اللوحات رسماً ومحتوى، غير أن طموحها الأهم إقامة معرضها التشكيلي الخاص وتطوير مهاراتها الفنية. أحيانا الفكرة ولدت اللحظة، فما أقدر أقول لك الآن إيش فكرتي لبعد سنة أو إيش اللي بسوي، بس عندي أفكار كثيرة تدور في مخيلتي ما بين حين وآخر. هي كانت مفاجأة، يعني حابة أني أعملها مفاجأة لأنه بيكون كمان فكرة جديدة، فكرة الناس مش متعودة عليها، حتى الألوان اللي بستخدمها ما مش موجودة هنا، بضطر أني أبعثها يعني أجيبها من الخارج، فهي غالية نوعا ما بس راح تعطي أثر كبير جدا. فأني حابة نوعا ما أسوي معرض شخصي لي خاص بأصالة الفنانة التشكيلية، يحوي لوحاتي القديمة ويحوي لوحاتي الجديدة، يعني مش مجرد لوحات صغيرة، يعني ممكن 50-60 لوحة أنعرض فيه، يكون يحكي كل قسم باللوحات يحكي رسالة معينة. هذه فكرتي في المعرض القادم، إن شاء الله أحقق هذه الفكرة. تعاني كغيرها من الفنانين التشكيليين في عدن من تراجع الاهتمام بهذا الفن، وتؤكد حاجتهم بشكل أكبر إلى الدعم والتشجيع لما للفن التشكيلي من قيمة فنية وأهمية مجتمعية كما تقول. في ظل الظروف والدعم وكذا مش ملاقي المجال إني أنفتح أكثر، لأنه الآن مع ارتفاع الأسعار ومع الوضع اللوحات اللي كنا ناخدها بسعر رمزي وبسيط الآن صارت الضعف، فمش قادرين إنه يعني نوفر كل أدوات الرسم، أدوات الرسم جدا جدا غالية، فنحاول بقدر الإمكان. والله أهلي صراحة ما قصروا معي، يعني أي معرض أي حاجة أنا أسويها يدعموني،
اوكي نحن معك، نحن سند لك، بس حابه الجهات الداعمه، الجهات المسؤوله عن الثقافه، الجهات المسؤوله على الفن، هي اللي تدعمنا، تشوف انه في مواهب شابه، في مواهب يعني الجيل الصاعد بنكون نحن اصلا اساسه، فلازم انه يتبنونا، لازم انه هي مجرد مال يعني ما يعني زي ما تقولي نفقه صغيره للرسامين، ممكن ناخذ الحاجات الاساسيه لنا، بنقوم معارض مش مشكله انهم يعطونا نفقه ماليه، يرتبوا لنا اماكن تواجد المعرض، يرتبوا لنا الداعمين اللي بيتبنوا المعرض، فمحتاجين احنا هذا الشيء بجد والله محتاجين، وصراحه واتمنى انه رسالتي هذه تصل للناس الفاهمه والناس اللي تقدر الفن والناس الداعمه كمان، انه تلفت الفنانين التشكيليين، لانه هذه اقل رساله ممكن احنا نقدمها للعالم وللناس باللوحات. هي أجراس الوداع تذوق معلنة الرغبة في لقاء جديد. إلى هنا نصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، ألقاكم في الأسبوع المقبل في أمان الله.